دي العربية اليوم، دي أحدث موديل العربية اليوم. ولكن لو رجعنا شوية في الأصل هنحصل الفكرة الأساسية جاية من هنا، تمام؟ إزاي تحركنا من دي ووصلنا للمرحلة دي؟ كان ده بفضل اختراع أول عربية تمشي بدون حصان، وكان فكرتها الجمع ما بين التقنية المستخدمة في القطارات، القطار كان موجود في ذيك الفترة ولكن كان عام، كان صعب أن يكون في قطار خاص لأنه ملتزمة هي بإيه؟ بسكة الحديد، القطار لازم يمشي بسكة الحديد. الفكرة كانت أنه يكون في عربة، العربة القديمة دي، ولكن تمشي بنظام القطار اللي هو الموتور البخاري. هذا كان أول مشروع. الهدف في المشاريع اللي هي تكون فكرة أساسية، يعني فكرة جديدة، هي في الغالب مشاريع فاشلة، ولكن الهدف منها هو إثبات أن الفكرة تعمل. بس إذا الفكرة عملت خلاص، بعد كده يخش الموضوع في التحسين والتطوير وتحسين الأداء، وتدخل المجالات الأخرى، المجالات الأخرى اللي تدعم الفكرة لحد ما يوصل للي وصلنا ليه اليوم. ولكن هذا المجهود ما هو تخصص واحد، هذا تخصصات كثيرة وتحتاج ميزانيات عالية وشركات تقوم بهذا الموضوع، ولكن الفكرة الأساسية نبعت من هنا، تمام؟ ولا زال التراث موجود، إنه أي سيارة ممكن ترجع تستخدم حصان، قد يكون غير مقبول ولكن الفكرة قائمة. لذلك في شخص الآن، في أكيد يعني هو طور الفكرة القديمة، فكرة إن العربة تسير بالحصان، يستخدم المعطيات الحالية والهيكلية الحالية في إنشاء العربة. صحيح إنها تعمل ولكنها قد تكون غير مقبولة لكثير من المستهلكين. المقبول اليوم في السوق هو هذا النمط من العربية، عربية كهربائية حديثة متطورة متناسقة، فيها كم من الجمال، وأكيد طبعا سعرها هيكون أعلى.